دكتور بيعالج الكم الكبير ده من الناس لازم يكون التقرير فيه ناس كتيرة قوي، يعني أربع بس عيادات في القاهرة. بدردش معاه عرفت ان هو اسكندرية، كفر الشيخ، المنوفية، الأقصر يا دكتور، منيا، يعني ما شاء الله. يعني أحسن حاجة بسمعها لما حد يقول أنا جايبني ليك بالعافية، أنا ما كنتش عايزاكي. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان في ناس محطمه يعني الحالات دي، واللي هو انت مالكش علاج. دي علشان كده احنا في 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 السيست بتاعنا والبروتوكول اللي احنا حطيناه، بقول لحضرتك يا امي يا اختي يا اي حد، يعني لا تستسلم، لان انا عندي عامل نفسي مهم قوي، لا تستسلم للاحباط وانك انت مالكش علاج والحاجات دي. خشونه الركبين، انا بقالي اكتر من 10 سنين بقول خشونه الركبتين ليست مرض خطير، مزعجه شويه ولكن يمكن علاجها. وده مش هتنازل عن هذه المقوله، وهتنى اقولها لحد ما تستلمها للرايات بعد مني، ولا الشباب يجوا يستلموا مني الرايه. ليه؟ لان فعلا فعلا النتائج بتحكم، ومفيش حد عمل ام دي او عمل دكتوراه او عمل زماله او عمل ماجستير او عمل اي حاجه غير ما بيتقال له روح اعمل حالات وتعالى بالنتائج بتاعتها. خلي بالك ده طب، الطب لازم تعملي حالات. فانا الحمد لله بنتكلم من 5 6 سنين الريزلت والنتائج هي اللي بتحكم. انا حطينا البروتوكول، والبروتوكول ده يعني مجهود. خلي بالك ان انا المريض يبقى فاهم ان هو هيبدا يعمل من اول مره هيتعامل معايا في جلسه تاهيليه، ان كانت عباره عن بلازما وملين او بلازما مع مغذي او بلازما مع عوامل النمو او بلازما محتاجه تنشيط. البروتوكول ده هيمشي على حسب درجه خشونتك، والمريض بيبقى فاهم وفي تواصل معاه، لان المريض بيقلق شويه ان حد بيكلمه غير الدكتور، لا تعالى عشان عندك كذا، لا ده سيستم اتحط والناس لا ده انا عارفه ان انت يعني مش محدش بيرد، انت حضرتك بنفسك اللي بتتعامل وبتتابع ويعني فاحنا عندنا في كل حاجه عندنا بروتوكول البلازما في خطوات، في مرحله بتحط منشط مغذي للغضروف ده اللي انا بدات ااهله، بدات اديله دفع ان هو يبدا يعيد بناء نفسه، لان احنا انا وانا قاعد طبيعي عندي انا عملت ايديا كده في خلايا بتوع من جسمنا، وربنا بيدينا القدره ان دي بتعيد بناء نفسها تاني. الغضروف زيه زي اي حاجه في الجسم، طول ما احنا في شبابنا اللي بيتهد بيتبني تاني، لما نوصل لمرحله اللي بدا يتهد اقل من اللي بتبني، فبتبدا تظهر الخشونه باسباب بقى الكتيره اللي احنا ممكن نقعد فيها اكتر من 10 15 حلقه. ليه تيجي الخشونه وتيجي ليه وتيجي عند مين ومين اعلى نسب ومين وين، تفاصيل كتيره واسبابها ازاي واعراضها ازاي. ولكن احنا النهارده عايز اعرف الناس ان انت بتتعالج ازاي وطريقه التعامل معاك بسهوله. وايه الحقن؟ عشان دايما انا بحب اركز ان الحقن مش كورتيزون. لا خالص، انا بكلم حضرتك في حاجه اسمها بروتوكول. لا خشونه الركبتين بالبلازما الغنيه بالصفائح الدمويه. والبلازما بقى ليها عوامل مساعده كتير، البلازما بقت محتاجه السبورت وده كل يوم جديد. بنضيف ايه للبلازما؟ البلازما بناخدها من الجسم. بناخد عينه الدم، بنسحب عينه الدم، عينه كبيره شويه. ولكن انا ده عشان انا عايز احقن الركب، انا مش بستخدم البلازما عشان عايز سنتي، لا انا عايز اكتر من 4 5 سنتي في كل جلسه وكل سيشن. البروتوكول بيبدا ان انا لازم ابدا ببلازما بنسبه 95% لان بتبقى درجه خشونه خلاص. انا لو واحد جاي لي ركبته مثلا ايه استائل قليل فيها، طب انا ممكن احط له الجيلاتين بتاع زمان يلينها لي شويه ويقول لي انا مبسوط شهر وشهرين ويرجع لي تاني. ويرجع لك تاني. لا هي دي المسكنات اللي بنقول عليها. ولكن البروتوكول الجديد ده البلازما ده على ليها مساعدات. في جلسه ممكن اجيب المريض اعمل له تنشيط ومغذي، ممكن اجيبه في جلسه تانية اعمل له جلسه بلازما في السيشن التانية او التالتة، علشان انا بدات ابني والبنى محتاج دفعه. في مريض ممكن خشونته تحتاج اكتر من جلسه، انما المريض عشان بس الكلام ده مش هقوله المريض مش هيجي لك تاني ويتابع معاه غير ما بيحس بتحسن، لما بيحس بالفرق. والناس بتقعد تسمع بعضيها، خلي بالك هم مش قاعدين 20. ما هو كل الكم ده يا دكتور لما انت بقالك سنين ما شاء الله وكل الكم ده، ما هو ما تزعلش، ما خليني صريحه، ما انت لو مش صح ما كنتش وصلنا لده. الحمد ربنا. لله نشكر ربنا، نشكر طبعا ربنا جدا دي جدا حاجه مفرحاني انا شخصيا، لان حد يعني حاجه بتقول لحضرتك انا ما كنتش بطح، انا جايب مشايه، لما تبقى رايحه جايه بعد كده براحتها مش متكتفه، عارفه تقف في المطبخ تعمل لقمه لنفسها، دي حاجه اصلا يعني انت بالنسبه لها كده يعني نقطه النجاه يعني. طيب انا عارف ان انا ضد المفصل، وعارف ان انا لما بدي الصدفه او الفرصه دي لي ان انا اكلم الناس على المفصل الصناعي، فعلا الحمد لله رب العالمين الناس فعلا 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 بتعرف ان في تفاصيل غير عاديه ما كانتش فاهماها وبتبقى مش فاهماها. فانا لما مريض حد قال له اعمل مفصل وهو مش محتاجه، بالمناسبه تخيلي مثلا بنسبه 95% برضه من المريض اللي جاي لي عشان ركبته بتوجعه وبيتحرك وجاي ماشي مش قاعد لي على كرسي ومتوصف له مفصل، انا بزعل من الحكايه دي. يا استاذه ده من اساس تركيب المفصل ان المريض يكون خلاص مش قادر يقوم من الارض،
انت خلاص انت فصلت تماما فكرته عن مخه وعن ركبته. انت بتركب له مفصل ليه؟ لانه فقد مفصله، فبتحط واحد بديل. هو انا اسف في الكلمه، محدش يزعل مني. هو انا لو مناخيري وجعني او حصل فيه حاجه هقص وارميه احط مكانه؟ لا، اشمعنى الراجل اللي الناس زعلانه منها؟ يعني احنا حاجات ماشي في الطب ممكن يبقى مثلا نغير صمام مش عارفه، هو المضطر. ولكن يعني انا مهما دايما بحب اقولها، مهما غيرت المفصل هيعمل لك ايه؟ ما هو برضو مش يعني مش هي يعني مش هيكون بكفاءه مفصلنا الطبيعي. علشان كده يعني البروتوكول بتاعنا بيحمي المريض من المرحله دي. لما المريض يبقى دخل في مرحله احباط، لا ابدا ما تخافش وما تعملش، ما تقلقش. انت بفضل الله سبحانه وتعالى لما هنعمل لك البروتوكول بتاعك، انت ممكن يكون ليك انت 3 سيشن او 3 جلسات، في غيرك 4، في غيرك 2، في حد محتاج اكسجين الجلسه دي، واحد محتاجك حتى حقنة تقوية، حقنة تقوية مناعة، حقنة مغذي مع البلازما. في تفاصيل في البروتوكول، ولكن هو في الآخر فريم كبير. الفريم الكبير ده أنت ممكن تكون واخد منه الجلسة الأولى والتانية، في غيرك محتاج للجلسة التالتة، في غيرك محتاج التنشيط وبعدين بلازما تاني، حسب. وبنتابع بقى بإيه؟ بأشعة. أنا دايما أقول للمريض دي أشعتك القديمة احتفظ بيها، علشان بعد توريله قبل وبعد، بعد ما هنعمل البروتوكول ويكتمل وانت نفسك ما هو ده بدأت تحس بالفرق، هخليك تعمل اشعه جديد عشان اقارن لك. ده معناه بقى يا دكتور ان ده علاج دوكيومنتيشن. ما هو ده علاج، اصل لو مش علاج مش هتلاقي قبل وبعد. انت لو ده مسكن هتتسكن شويه وترجع. انا بخليه بقى معاه ماسك دوكيومنتيشن في ايده او حاجه وثائقيه، لان هو شاف شكل الغضروف ومتاكل العظمتين لمسوا بعضيهم، وشاف بعد كده لما بدا الغضروف يتكون وبقى فيه سبيس وبقى فيه بالأشعة، لأن الأشعة دي مش أنا اللي عاملها. ما ولا أنا لو الغضروف على بعضه وناتج عنه الألم، ما هو الألم بينتج عن احتكاك الغضاريف ببعضها، العظم ببعضه. ولكن لما أشوف في الأشعة أن حصل تمدد وحصل بعد، لا يبقى الموضوع علاج فعلا. لو هو بالمناسبة طبيب الأشعة بيكلمه ودكتور جنبه جاره بيقول له الأشعة دي فيها كذا، وبدأ المريض ما بيبقى جاي بيبقى شايف وسائل وعارف، والدنيا بدأت تبقى. طب إيه رأيك نسمع حد أكيد سائل وعارف ومجرب بالتأكيد، لأن ما حدش هيتصل بينا غير لما يكون عايز طبعا يشكر حضرتك. معانا تليفون صابرين. ألو يا رب. ألو. أيوه أيوه السلام عليكم. عليكم السلام صابرين، إزيك؟ إزاي حضرتك؟ أكلم من الدكتور سامي؟ اتفضلي، هو معانا. إزيك يا دكتور؟ إزيك صابرين؟ إزاي حضرتك؟ احنا ممكن بس نعلي الصوت شوية؟ أنا حبيت أشكر حضرتك وأقول للمشاهدين بس على تجربتي مع حضرتك. اتفضلي. انا كان عندي شرخ اجهادي وشوكة عظمية، حقنت البلازما من بعدها ما شاء الله. والله ربنا يبارك لك يا دكتور سامي ويسلم ايديك. انت حقنتي كم مرة يا صابرين؟ هي احنا حقنت مرة واحدة. مرة واحدة بس؟ كان شرخ اجهادي من طبيعة شغلي واقفة على رجلي على طول، فمن ساعة ما حقنت الشرخ الإجهادي بالبلازما الحمد لله، يعني الحمد لله. تسلم إيدك يا دكتور سامي. أخليك، ربنا يعافيك يا رب. تسلم إيدك، تسلم إيدك، ربنا يبارك لك. بنشكرك يا صابرين وألف حمد لله على سلامتك ودايما في خير إن شاء الله. خليني اقول حاجه قبل ما نطلع للتقرير. طبعا احنا بنشكر طبعا صابرين واي حد بيبقى عايز يدخل معايا مداخلات كتيره، بس انا لو سبت نفسي للمكالمات مش هاخد من حضرتك المعلومات اللي انا عايز اقولها. ايه رايك اقول حاجه كده انا بستاذنك فيها؟ اتفضل. هنوه على النقطه ان اي حد يعني فاكر ان هو لازم حاليا يروح يعمل عمليه، ايه رايكم قبل العمليه نروح للدكتور؟ يمكن ما نبقاش محتاجين للعمليه. وبعدين كل ما بيقول 95% يا جماعه، 95% من الناس بتروح تعمل عمليه وهي مش محتاجه عمليه، وممكن ما نلجاش العمليه خالص. حلو، هو لو انت فعلا حالتك هتوصل للعمليه هيقول لك بكل صراحه، ما هو مش هيضلل الناس او يسوق سمعته بمعنى اصح.